لاوتان لەبێتێنینکارانی پۆلی چوار بە یوەی سلامەتی تەندروستی باش بۆموتان دەرسی ئەم جارەشمان حواسووا پێ هەستا وەرەکەەواسوە واتە هە وەر ئە حەوااز یانی هەستەکانە ز پێ هەستا وەکە حەوا خ جاب زانی پێنج هەستستاەرەکە چە ئەو وەن حسە شەم واتە هەستی بۆندکردن یا ايمه بچي بونكين بلوت ما بونكين حاسه البصري وتهستي بينين ايمه بچي ابينين بچاكن ماشت بينين حاسه السمعي ايمه بچي ابيستين بغويكن ما ابيستين حاسه الذوقي ايمه بچي تام اكين ب زمان من كاتك اخبارنيك اخوياشتك اخوي ب زمان من تامي اكين حاسه اللمسي وتهستي بەرکەوتنواە کاتێ هەستی دەست لێیان کاتێککە ئێمە ئەمانەیی حست بە شتێب بکەینعنی لەلام سی شتێ بکەین دەست لە شتێک بەشی دەستی لێبین بە دەستەکانمان دەستی لێ بێت. ئەوول ڕائیحتون زەکیەت و بۆنێکی خۆشەها گوڵی بە دەستەوەیە ئەشوم و بونفی بە لوتم بۆنی ئەکەم ئێمە بۆنی خۆش بە چی ئەەکەین. با لطمان بونی اکین و تا همو بونی اک اما با لطمان بونی اکین ثانیا منظرون جمیلون دیمانی جوان بزن اما با چی جوان بینین بی عینی بچه چاوکان من اما جوان بینین ثالثا لحنون ازبون آوازی که خوشه یا خود آوازی بسوزه إما باتشي أبي ستيم باشي لشتي خوش أبيت موسيقاي خوش أسمعو بأذني با جيكانمان جيومان لي أبيت رابعا طعم لذيذ خواردنيكي خوشا يا ختامي خوشا أتذوقو بلساني با زمانم تامي أكام اما كخواردين خوش اخوين بجي تامية بزمان مان وبر ناعمون توكيكي نرمى واتا توكيكي نرمى بزاين بتشي ازانين الموسو بيدية واتا بدستم دستي بزنم بزانم كا اما اگر بماني بزانيش تيك نرمى اخو دراقابي بدستا مان دستي لئي باين الحواسو الخمس الحواس الخمس أولا حاسة الشم ثانيا حاسة البصر ثالثا حاسة الشم سمعي رابعا حاسة الذوق خامسا حاسة اللمس أولا رائحه زكيه اشم بانفي ثانيا منظر جميل ابصر بعيني ثالثا لحن عزب اسمع باذني طعم لذيذ اتذوق بلساني وبر ناعم المس بيدي الحواس الخمس. الحواس الخمس. أولاً حاسة الشم، اثنان حاسة البصر، ثلاثة حاسة السمع، أربعة حاسة الذوق، خمسة حاسة اللمس. رائحة زكية. أشم بأنفي. منظر جميل أبصر بعيني. لحن عذب أسمع بأذني. طعم لذيذ أتذوق بلساني. وبر ناعم، ألمسُ بيديَّ. <applause> تعلم مع زكريا. <ذكالية تصفيق> <applause> الحواس الخمس، للإنسان خمس حواس الا وهي حاسه البصر حاسه السمع حاسه الشم حاسه الذوق واخيرا حاسه اللمس حاسه البصر هاتان هما العينان نستطيع بواسطتهما رؤيه كل شيء من حولنا مثل المناظر الخلابه الاكل الشهي وباستعمال الأجهزة المكبرة، نستطيع مشاهدة أشياء بعيدة عنا، وحتى التي لا ترى بالعين المجردة. حاسة السمع، هاتان هما الأذنان، نستطيع بواسطتهما سمع الأصوات من حولنا، هل تسمع؟ إنها زقزقة العصافير، كلما سمعت أصواتاً جميلة، مثل مواء القط أو مزعجة مثل بوق السيارات فاعلم أنك تستعمل حاسة السمع حاسة الشم هذا هو الأنف يستطيع بواسطته شم العديد من الروائح سواء طيبه مثل رائحه هذا الكعك اللذيذ او كريهه مثل رائحه النفايات حاسه الذوق هذا هو اللسان نستطيع بواسطته ذوق العديد من الاطعمه كيف طعم هذه التفاحه يا ترى لذيذه جدا باستعمال حاسه الذوق يمكنك التمييز بين الطعم الحار الحامض الحلو او المر حاسه اللمس هذا جلد الانسان نستطيع بواسطته لمس الاشياء وتمييز السمات الخاصة بها. باستعمال حاسة اللمس، يمكنك معرفة إن كان الشيء ساخنا، باردا، صلبا، أو لينا. سؤال وجواب ما هي وظيفة الأذن؟ سمع الأصوات، رؤية الحيوانات، شم الروائح. سمع الأصوات، أحسنت! ما اسم الحاسة التي تسمح لنا برؤية الأشياء؟ حاسة السمع، حاسة البصر، أو حاسة الشم؟ حاسة البصر، جيد! بأي حاسة نعرف أن هذا الكعك حلو؟ حاسة الذوق، حاسة البصر، أو حاسة اللمس؟ حاسة الذوق ممتاز لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد دمتم في رعاية الله وحفظه نوسیه و بباشی توانی تنبیخ خوینه و بطوانی بباشی هستکان لبر بکن دوائی او چی بکن؟ تمرینه کانی حل بکن ایسا پیتان اللهم چون تمرینه حل بکن؟ صل كل حاسة بالعضو المناسب من الجسم الإنسان همو اه عند مكان الجسم الإنسان يعيون تلقى حاسة كان تبزان إما بتشأن دامي كيلاش أو هستانة أتوانين أولا ياد يد يعني دست اونف لوت عين تشاو فم دم الاذن جوشكا بصر بوكام ابيت أتو اما بشي ابيني بكام بشي جستمان لمس بصر يعني بينين لمس يعني دزليان سمع يعني بيستن ذوق يعني تام كردن شم يعني بون كردن اما اتواني ما بين اما بينش اما اتواني بشي بشغل بشكاني جستمان ام هستانب كينوتو ايجيني تمرين الباب حدد الاسم الحاسة المناسبة لكل جمل من الجمل الآتية أم جملانية يا نامي هستكان لا هستوركان لا لا أنوسي. ما أذكى رائحة الوردة بوني أو بلتشان خوشكاتا أبي أما حاسي ما ألذ الطعم المهلبية تامي محلبية كزور خوشا إما بتشي تامكاين ما أعذب ألحان القيثارة ئاوازی ئەو قیفارەیە چەند خۆشە، چەند ئاوازی ئێمە بچی ئەتوانین گوێ لە ئاوازی خۆش بکەن ئەو هەستا ئەنووسی، ما ئەجمە لە ئەشجار ولحەدیق دارەکانی باخچەکە زۆر جوانن، ئێمە بەچی دیمەنی جوانە بینین ئەیننووسی، ما ئەن ئەمە فەرۆول ئەرنەبی، تووکی کەروشتەکە زۆر نەرما، ئێمە ئەوانانی بەچی هەستپین کە ئەمە نەرما نامی هەستەوەرەەکەی ئەنووسی. ل ئەم تەمرینیان ئەلڵە چ ئوکتوب ماتەف ئەل لەهلفەتاتفی گوللی ڕسی منە ڕوسوممل ئااتیا؟ ئەم لە هەر سێ رەسممانێ لەم سێ رەسمای هەرجارۆ کچەکە چی ئەکات ئێمە ئەبێ بینوسین لێرەیە و کو دیارە کچەکە گوێ لە مۆسیقا ئەگرێ کەواتە ئەبێ بڵین چی؟ بە گوێگررت لە مۆسیقاڵین، ئە نووسی لێرەیە، لێریها ئەبینی چیەکە ها ئەیوێت خواردم بخوا کەواتە پێێ بڵین چی؟ کچە چی ئەک لەم ڕسمەیە؟ لەم ڕسمی دواترە ئەبینین بۆ نەکات، ئە؟ کەواتە ئەبیبلڵیت چی ئەکات؟